أخبار اليوم. أعراض قرحة المعدة بيبقى ألام في أعلى البطن، ألام شديدة في أعلى البطن، وميل للقيء، وأحيانا بيحصل قيء كتير. الألام اللي في أعلى البطن دي أحيانا بتسمع في الظهر قصاد مقابل المنطقة اللي بنسميها فم المعدة، يعني الألام بتبقى في فم المعدة، وفي ألام في الظهر مقابل ليها، وفي حموضة زيادة، في ميل للقيء وارتجاع. في بقى العرض الأساسي اللي يؤكد إن دي قرحة مش التهابات في المعدة، اللي هو الصحيان من النوم على الألم، يعني واحد يكون نايم كده ويصحى على الألم، دي بتشير إن دي غالبا قرحة. يبقى دي الأعراض الأساسية، يبقى ألم فم المعدة، ألم مقابل ليه في الظهر، حموضة جامدة، ارتجاع الحامض أو اللي بنسميها حموضة جامدة، ونوبة الصحيان متكررة يعني بتوقظ المريض من النوم مساء. العرقسوس ثبت فعلا أن جدواه يعني مفيد لقرحة المعدة، إلا أنه ممكن يرفع الضغط، فمعروف أن العرقسوس ده حاجة يعني تقريبا تم إجراء تجارب عليه، حاجات كتير قوي 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 لم يجرى عليها تجارب، زي الكركديه في الضغط ما حصلش تجارب، ولكن متعارف أن الكركديه بيخفض الضغط، وفي ناس يقولوا الكركديه السخن ولا السائع حاجة زي كده بالنسبة للضغط. فبالنسبة إحنا عندنا للمعدة المعروف طبعا أن اللبن والقلويات بتعادل حامض المعدة فبتحسنه. زمان كانوا بيعالجوا المريض دايما باللبن وبالسائل القلوي اللي هو كان بيبقى أبيض كده ويشربوا منه، كان هو ده العلاج الموجود لغاية قبل حقبة الثمانينات. في حقبة الثمانينات اكتشفوا العلاجات الأحدث طبعا. من قرحة المعدة لها مضاعفات، إنها ممكن تعمل ثقب ونزيف، وممكن يحصل نزيف ونزيف، ممكن يحصل قيء دموي من القرحة دي إذا أهملناها، ممكن يحصل دم ينزل مع البراز أو ينزل دم مهضوم في البراز. في ناس بيبقى عندهم القرحة دي بتخر حاجة بسيطة، بص نجد المريض جايب أنيميا جامدة، الأنيميا دي سببها إن هو القرحة بتاعته نازفة بتنزل نقطة نقطة، قللت الدم بتاعه وجاله أنيميا هو مش عارف. علاجها إن إحنا بنعالج القرحة ونعالج الأنيميا اللي هي المضاعفات بتاعتها. فيجب الاهتمام بالأعراض واستشارة الطبيب مبكرا عشان نقي نفسنا من المضاعفات.